Welcome to Hard Talk. I'm Sarah Montague. When militants from so-called Islamic State went into Nadia Murad's village in northern Iraq, they killed all the men. Six of her brothers were murdered. She and hundreds of other Yazidi women were taken captive. And in the months that followed, they were passed from one group of men to another and gang-raped. She managed to escape. But it's thought that thousands of women are still being held, which is why Nadia Murad is here in London, campaigning to try to get the world to notice and do something. Nadia Murad, welcome to Hard Talk. Before Islamic State militants came to your village, which was, what, 18 months ago, can you give us some sense of what your life was like? حياتم گلک گلک اش مرة خوش بو گلک بسيط بو نشوان حياتي تيت او وكا گنداد بو هيش گلک مالت ما وكا وكا مالا مبخوا خوش كو برايت ما هيش نقص رو او بون هيش كربي جوان بو تشتي وسا بس هر مب حياتا خود رادي بون امد دوري هر مشكلة كي بون ما تعدك اليكينات كير ما امب هر انسانة كي رد تصريح بون Can you tell us what happened when the militants from Islamic State came into the village? گلک ازدی جی گهشت نجا و نزیکا 3000 زلام و زارو کوان روژا بری هاتا کشتن و معوق و ایت حمرت مزن و او اب هزار و روژه کچو جنشوان دراب خورا برنو زارو گنده مای دوری جابو ام محاصر من ما نگاریم هیم ام نگهشتی نجی پیشا گنده ما گرتن داعش ما نگاریم در کبن ام محاصر کرن الگنده خلکی گنده هموی پشتی ام محاصر کرین و چند روزا که دور ام جی همو و کم طلبه مساعده کرد نکد ننی مالا دل دورا گوند بون ما تلفونه و تشتاوان هر جه کی ما کاری ما تلفونه طلبه مساعده کرد مساعده ما شالیه کی و بیا کرن ما زانی تشتاکی پیس و ما کن بس مساعده ما نهاتا کرنش هر جه کی با نش داخل عراقی و نش غیر چی پشتی چند روزا که عملی کوم کرنم همول مدرسه ثانویت کو چودا و کم او مدرسه الگوند مدبت نیبوم کرنا زکی و مدرسه دا ام چند زارو کو جنو زلامو همو اول ورج دا ختم ام کلین زکی مدرسه دا زلامید ما هموش نیف مدرانین یزگا 700 زلام دورا گوند رمی کرن کوشتن او زلام لوی درج بر وقتل با دین المکرن چهاد نما د خيار دان ما یا کشتن بو یام دین خو غیرینن ام جنو زارو کو او جی تشته ما وا وک درا و ما گوهار گستیل کو تشته ما به همش ما کرن و ام برنجی کی دی و روزه ده So you have a large family. How many of your brothers did they take? برایت می نهل نفوان دبون نف زلامت ها که هاتی نکشتن سسیجی اش بریندارش نفرم یاوان فلتین و خواب آلیا دا بازدان و هر شش شوان میسترد حاد اید زوجی جا هر شش حاد نکشتن بغان سلامت حادی نکشتن How did you know? Were you aware of what was happening? او زلام اختی همو برین زلامت گنده ما براین مجیل نیف دا وکل شباکت مدرسه وان مدی و مدنگی تلقات کر وقت زلام کشتن وكب جاويد خو من ادي براين مهاد نكشتن بس هتانها او هر هفس زلام هتانها گوندي مجي وكل دس داعش دائم نگهشت نوان جيت هك لي هاتي نكشتن هتانها اخبار كمان وك يكي شوان هر هفس زلام نما زهمو ها نكشتن زهن بخور برنم تشتكي شي okay. So 700 men disappeared basically.
They killed your mother as well, I think. زعروك برن كركيت ات چار سالي وسرا برن بخورا معسكرا هر الوي روجج دا وام كتشكت نه سالي وسرش نيف درانين ودا كم جيب هشتي جني راش ات چلو بين سالي وسرا تقوتن بحمرت مازن وكا درانين اش هنگدا ات ادون دابون وكا هنا كا قوتن كشتن هنا كا قوتن شنگدا ما تشتاق جين زاني بس بابري ببري دمها كا وقت هنش جزء كشن قال هاتي حرر عندن مغبرة وان لهذا ديدا السولع هجداش عائلة ما هتان ويت كشتي ويت وندا وان ماينر بس هل يكيل بن حكمي وان دو بيض الماب سري هاتي سحا سابت كم عائلة. Can you tell us what happened when they took you and the other women? Where did they take you to? What did they do to you? الوير روجة دا جيها روجة كهو المقرين بوشيف هتام جيك وقت عندن وكم كرنا أقسام بسدو بينجي كتشكي رأس و سي كتشت براي مهار سي جيش مكتشك تربون مراش مالا مآنين بسدو بينجي كتشكي رويش شيفي أما بباسا بوزا أم برنا أموسل هیچ من زانی وی ما کوچن یا وی چوب ما کن بس ما زانی وقت شتگی قنجم من اکنش برس زلام کشتن و جنب حمرت مازن کشتن و زعروگ برن بس وقتی مکرنا بوزاده ام برن هر بریفه مد برنا موسل البوزاده ایداعش نف مدا دست خود کرا پیسی رد مدا و ریها خال مبادا هاتام نگهشت نوی داری. And then when you got to Mosul, what happened to you then? ام برنا موسلم داني نبشي في المقرة كشت خواتي وكا مقرة كي جلكي مازن بو تطبقي او بو ام درباس كرني دا كجو جنو زارو كويت حكا باري ما قرتين باري قندي ما ايجتي دا بونيت ايستيا ام درباسي بي مقرة كرنو ايشي بي متشو ما باجن كي شوان مقوتي دا بني بني چوب وكرينا وكا باري ما هون قرتين ام نزان چوب وكرينا قوام نزيكا چارسد کچکو جنی بتنی آنی نوی مقرر روژا بریا ما ام برین گو هتین نیف مده داعش هر ساعتا که تین هنکات بند اختی ثابت کنو دی ثابت گیرنو تفروشن وسا گوشنو حتا سبهین وی وسال الواجی کن مزانی حقا وکاوی وی وکاوان همو دی هوا الماجی کن. And then what happened? وی روژه نه روژه دی ایواری هاتن کدن نیف مده داعشو حرکی جی اکشه یک رات کرش کش کش که هر که یکش خورد بر و که گل که چک جد هیچ ده سالی دوانزه سالی وان بگل کش مکه چکتر ات قاسی چه تا نبزور رات کرنود برن یک حتی مجی که چد برایم و که کچ کوک بونود اد کریانو نویران یک سر چرا و که زشوان بیستر بوم خواه مبازفت کرن یکیش و که همو داعش بونو هموش ویتش تیر راحت بونم و همو جیک پیستر بون بس یکی گلکی مزن حاتم و ویش هم با اسرا کرم از دانی ما بینی وزشوان کجید برای ما خود کرم او جوش خواه حرکی یکشوان جوش خواه بر وقتی از دانی ما بینی علا ساسوی قلم بباز گلکی شوی ترسام یکی دیل بر مرا چون لنگن وکا غیر لنگن البر مرا چون مخواه آبی دیدم گو دیدم بی زبتر را بین بس زبیه قلو را نویرم چون گلکی مزنه ویا ذهیب کوتام گو آزه تا بمو گو تویا خلا گو آزه بیش خورم. So you went with the man that you thought might be easier for you, a smaller man than the big man. And what did he do? مزانی هر هک کیجیز برم وی و کما اختصاب کنوج ویدش تی راحتی نما. بس اوی ضعیف و کواس بی رچوم از برم مقری خو و لوی مقری ده حرزوید وی هبونو او. گلکی بگلکی وکا وقتی با از اختصاب کریم و با طریقه که بزحمت و گلک زحمت المد کرن الوی وقتی جدم گوت حکا هر وسا وسا بو خوزی زبو یه قلو رچو بامو هر در کت اوی قلو کچا برای مشه ویش مکچکتر هر کچا کشید برای مش خور بر همو جیک بزحمت ربون رحم البایی کش همانه بو هر داعش بون و هر هر او نفسه یکم هموش اختصابی رد برن بس اختصابا کشی ماد کرنه بطریقی دگلی که بزحمت امیل باخو کتا کچکل باخو نتشتنش اش ازبوع اکی جرایا امیل روش عدد فروتن ساعت عدد تا نفروتن زوری وکا هچ تشتی پیس ماد کرن ما تشتی حکا هیش مال حیاتی دن ندیدی تشتی حکا ما
نقف نقف حلمي وك أحلامي ما بون كاكا تشك أف تشتب سري ما بي بس وكا وصلنا. You say your nieces were also there. How young were some of the girls that you were with? كتشكيت إب مرة شبانزا سالي هتاب شانزا سالي وبندابون زارو كدي هناك جن براين مجي وقتي أم قرتين بحال بون هيجي زارو بون. You were held for 3 months. In that time, did you have conversations or any normal conversations with these men who were holding you? ولازم هون سباياينا افتشت لازم بحقي وبيش بر هون كافر نوش بر مهاد بون ازد يا ديني ازد يا بمسحين ازد يا كينا هيلن بس هناك جي فلتين من نو ساعد قوم اقول بوم كتا كينا هيلن افشري عاما يا وقت قوتا متابقين وفتشت وسامات كر. Did any of the Islamic State men show or women show you any compassion? ميكي باش النفو عند نديت وجنيد وانجي وكا مبخوش جنيد كلاكا نديت بس هينا كتشوك هنا كعائلة هنا جديدين قوت هاو هروجي عائلة وانجي نفس سوان مرة وتكرن بس هو يزل بال وكا قوتا مكتشوكا مهايا و ايه هري بري هكا سبريم قو كتشوكا مهايا ونعبي وي نعبي وي سارايا وسا تشتوي وسا وتكوتن بس بعائلة بون قالك جيب عائلة بون وافتشتي واتكرن او عائلة اخوها مو بيد رادي بون الرحمش قاليك يهش هموا بالبال نبو جارة كابتني مطلبات تلفوني جكر مقوتي بس از اصدقائك برايك مني فلتي بون من رقم ويزاني وقري خوش كامجي مقوتي دا اصدقائك يزاني من چل عائلة مهات وچه كابني چب مالا مهات بني بس حسا أبراي خوابكم إش براي مرة ندى إش قري براي مرة تلفون دامة بس أوجي بعقوبك نيزيك هذه دقيقة بعقوبة أو تلفون جي دامة عقوبة ويت وتليا آلينج يخوات تكره هنقف ده قلت أم قوية تليا لينج يم بكده بيخوات زنو تلفون دما توازا مجبور بما بچه طريقي بيز دنجي مالا خوابكم هر قبول كر حتى دقيقة بيفت. You said that they told you to convert to Islam. Did you think about that? عاد دين هر يك شما بربانا ام تبرن وكا ام حكمت خوت اسلامي او جد وانت هكاتي ام زوري وكا شهدا خوت داب زوري ام بسلمان تكرم سر بيت بتشتي بزوري اتكرنم كديني خو بغير. What they would force you to pray to behave like a Muslim rather than a Yazidi. بله. How did you manage to escape? جارا بري وقت زلباوية هري بري بشتيس اختصاب كرمو وسا مرة جلكي بيزمو مقو ازي بازدم بهور نكرس خلاص ومجبر هر جاكي الموصل ده داعشي تي دابو هي روجيت بري وقم مقو ازي بازدم از دركت من برشا باكرة حرزكي شوانز كرتم وقتی از گرتی مسکر ما غرفه که ده الباوان جی قانونك هبو هر سبیه و که کچکات گوتن سبیه هجا بازدابه ها که گردبانه اتکرنا مقراده ها که چند داعشت دیده بانه چونه بال و که اتکرنا واند گوت و که جهادی نکه حجی ببیا چو بال زکی ورده بسری کچکی بی و که جبر بازدانه وی و هنگه از گرت مسکر ما نیف حرزیت خدا پشتی هنگه وکا مقاوت نماز هبی دی کاربم بفکرم جی از باز بدم الموسل زلبا ای هری تالیه کی بتنی بو او جی وکا وی هر از سر روجا وی از فرود باما پشتی چونک جلکود مبینه خوابشوم او کم جهنک بین مببن اش مقر درکتم مدی سابه ور نکرس خلاص بم بس از درکت مسکت ما مالکه ده هر مالکه بسلمان بو الموسل علاقتي وان وكب داعش رنبون بس وكل ما على خوده معبون مقوتي دم السعدة ما بكن كاود بيبتش هكا بدراف بي هكا بتش بي برامي الويدر يزي بشميدة بلا اوشكي وكا شور ركبني واد بيبتش بس مساعدة ما بكن
قلت أما قام نبدأ عشرينا وعلاقتي مشوانينا جدال مع أخوينا وكوشي وكد عائلابون مساعدة مكرنا بحر تشتي هكا كارين واسب جل كدر شوان كرمو بهاوية إسلامية أسبر محدود. And that allowed you to escape and get out. وعائلي مساعدة مكرنا ساعد بما خلاص. There are many women who've been held who killed themselves out of desperation. Was it something that at the time you thought? وكا عمد كشتي بون اللي بدا سيد وعند بيها كاس بحاولين مخابو كش مرن وكا زدين بجم مرن جارك يا كسلام مروف بمري جارك يا بس هر ساعات متعدنا ام اكوشت ما نزاني ترس حاول دي لما ده حبوش بر ما نزاني كي دقيقه وين ما بن وكي دقيقه يا كش كي دريو كش تجهي وين ما با كشتن أس بي نفكر خوابك وش مجبر أس ديم نواكو وقت داعش بري وانج أس ديم بجم كخودي حياتك دا زلامة كزلام شب زلامة كره لازم زلام في حياتك قبل انجازي بي هكب ظلم هات سري مروب هكا تشلو بي زلام تحمل يبك وزلام في حياتي راضي بي تشتي خودي دا زلامة بس قلك أخو انتحار كروكا كتشكش قندي موش غيري ديو. But I wonder that you didn't question your faith. You didn't wonder, given what happened to you, whether there was a God. Dim waka imana mubkhode habu inu az khalas bimishbarish alaki diva awit haka wal almadkarin bisharbun waka bisharbun wa waqti am muhasir mayin wa alamha mu bi hasya wa وبهزارة الجادبون محاصر مان وكا وشتهنا وشنيزا وان زاروك مرن عالمي همو هنگي دي وكا يكي خو ند لبانت دي خو دي البيرامده بو بشر مساعدة بشر البيرامده نبو مساعدة خو دي هر البيرامده بو بلي وكا ملاتي ما همو ايمانا ما جيلكي بخو دي تي وكا خو دي هر دقيقة وطافت شتب سري متاعتا كرنو And we should explain that the Yazidi faith, there are only a few thousand people left in the world who practice. I'm Yazidi in Iraq and Kurdistan. There are 1,000. The relationship with the Jewish religion, the relationship with the Christians, the Muslims, and the Jews. هر جيك و هر دينك علاقة ما بين رهين و احترام مش هر دينك رهين و وكم امجي خودي وكم ايمانا ما بخوديتي كم اللي تيست. And when you think about the men who raped you in the time that you were being held, what do you want to happen to them? مدفي محكمة كيفاكن مدفي قويتها كافتشتكرين بين عدالتي وكا عدالت شب حقيوان داديني بداني. You would like to see them prosecuted in an international court. Well. Do you also want to see soldiers, ground troops going in from Western countries to take on Islamic State? وكا عالية عسكري وان تشتكيش عسكر وقوات وتشتي وصاوة واسفهم ناكم بس هر دولتك وهر عسكرك الرابي لازم فكري وان هبي و وكا زانبن شبكن جا تعدل الواند كتوجني دستي واندن ناكرن وجا بس او داعش بين اجرتن وكا قالك هين الوان منطقة سوريا والعراقي وانجي وكا وكو كب السلمانجي وكو عائلة حكاس خلاص كريم نب داعش جرينا مدفي وقف ابيت عسكري او تشتكي بكن انه داعش بيا قرتن داعش بينا عدالتهم بس علوني بكا وكا هي منطقة ما نهاتنا حررانتنا بكامل مقالك في جد ما بينا حررانتنا ولو هتانو هم اقبلت ما تجد هاتنا حررانتنا هاتنا بكرنجي لمد بيه وكا قندي ما بيا حررانتنا شم ام چن ببينن ام وصالوني بكا وكا اويت هاتينا كشتن كبرايت ما وبابت ما ام نزاننا نا آوه وكا هستد وان بر خبرينا نا حيوان برينا ما مدوه هر تشتاكي شهر انسانا كي ربكن اويت هكا
اب مليون دركتين جدوان وغيرين مديوان كچو جنا خلاص كن. There are young people all over the world who are attracted by what so-called Islamic State is doing and want to go and fight for them. What do you say to them? رساله مش وان شباب روش وان كچكار خاصا ويت كهنه داعش بلا زانبن انه وقت امد بيجنو و ما خوا دا كشتن هتا بس ام خلاص ببن اجبر داعش بس كشتن بو و اختصاب كرن بو هر تشتي بي سي هكا نيزيكي ايش عقلي بشر نابي او تشتت كرن از بجموان بري هن بقهنا داعش بري زانبن كا داعش تشا نصر نصر فكره كا ديني هون تشن بقهنا نصر تشتكي هكا بيجن وش شوارا كن يا وسا داعش هر هكا نب بسلاحي بي هر انسانتي كشتن البيوانة وخسارة البيوانة وكاز جوان شبابا وان كتشكار دي ساد بيجم خدوري في تشتي بدني دا وببينن ام تشتكن هتا ام خلاصتكن وام تشتكن هتا ام ايد دستيوانت ماي خلاص بكن. You've been all over the world with your campaign to get the world to notice what's going on. You've spoken at the United Nations. What difference is it making? إش أمريكا حتى قد دولتات عربي وحتى بيت أوروبي وحتى البريطانيا جي وكهر يكيس شما بالك الرئيس كبرلمان أشوان رد بيجم وشتي وكان هجم قد شتي حكا مديتي وإي حكا حتى نهد بيجي و حواك همو زان كداعش چا اشوان رد بيجم وقو قوه خود نما وقو وعدكي نات نما وعدكي هكا بيجن مفلان تشتي شوركن او تشتكي نها تاكرن جيت بيجن اميل وقا القضية نيرن بس هتانوها تشتاك نابوي وقا اف تشتي تشم شوان رد بيجم مستل بيش وان كم مدويل سر ساعتا تشي ببيش بر شبر مليون عالم اللي هي بيا حلك يا حلك الفي قضية الفي داعش بكن داعش خلاص بكن السر ساعات طلبة مساعدة شوان رد شوان كم خو بحركين بس وقف مهدي رشون زبي تشتيد بيجمو تشتاكين أبويا. Do you have any hope that they will do something, that they will be able to stop ISIS? أزل هي فيما. Nadia Murad, thank you very much for coming on Hard Talk. وقت هوا مقوتة زي ما هارتو كم أو كريا قالك عالم بكي بوابيتها كس ناس تكلموا وتكوتن جاكي قالك إي أو عالم همو متابعات كا متبي وكا سر ريا في قناتي وانو بيكي عالم تشتاكيش مرة بكا خودي هم جي تعبين ما هو كارن هرو وكف نبوا چكا اسبوع كي يا ما هكي وان افسا لك او سالو ني بقى تشتي وسا وكم همو بي خدان ماينا بي وكا وي غوتم كچك ما يا وكا او داك مداكم وكا هاتا كشتن بابي مش مش ده نبو براني مزن شو اش مري وكا بابو او جاتا كشتن مد بي عالم تشتكي بكا